إذا أحببت شيئا بقوة أتركه، إن عاد لك فهو ملك لك، هو إلك، وإن لم يعد فهو ليس لك من البداية. وكل شيء بالدنيا ترى قسمة ونصيب، بس أنا اللي علي أسوي، اللي علي أحبك، أخاف عليك وغار عليك. بس إذا أنت تروح وما ترجع لي، أنت ما ترجع لي، أنا شو أسوي؟ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: أدعو الله سبحانه وتعالى على فد مسألة، إذا صارت أفرح مرة واحدة، وإذا ما تصير أفرح 10 مرات لأنظامي الأحسن. فالله سبحانه وتعالى ترى كل شيء بيده، فأنت لا تحزن، اترك الأشياء، لا تخنق حبيبك، لا تخنق صديقك إلا تطلع وياي، إلا تخابرني، مو حلول إلا، لا تجبره. شلون تعرف معدن الحقيقي؟ كد الطير وخله يطير، إن عادلك هذا يحبك وريدك، وإن ما يعود فهذا مو لك، وأنا من اليوم أتركك وأنت وضميرك. ضاع الشقة وضاع الرضا وكل التعب ذا، ميت عشان ولا قلت لا الله وياه، ما رد لي ما رد لي من يوم ما راح، وما رد لي ما رد لي في قلبي ما مرتاح.